سواء محليا في الجماعات الترابيه او على الصعيد الوطني، لان اعطاه الدستور الحق في ان يقدم ملتمسا او عريضه للحكومه. اولا حمايه وترميم المقاصد التاريخيه والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعيه كاختصاص منقول ممكن يتم نقله من الدوله الى الجماعه، او احداث وصيانه المنشات والتجهيزات المائيه الصغيره والمتوسطه. عريضه الان نورمالمون كان المنتظر بانه تناقش في دوره اكتوبر او دوره فبراير، نظرا كيفاش بانه كانت هناك مجموعه من الاكراهات اللي كانت في اطار بعد الانتخابات الاخيره، يعني على ما اظن بانه في اكتوبر، ولكن سوف نحيي. مصطفى بن رامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ أحد منظمين هذا اللقاء. هذا اللقاء يأتي في إطار يعني دورة تكوينية منظمة من طرف الشبكة المغربية أوروبا الوسطية أناليند بشراكة مع جمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، وجمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بمدينة القنيطرة. ويدخل في إطار تعزيز قدرات الفاعلات والفاعلين والباحثات والباحثين في مجال البيئة والتنمية بصفة عامة، في مجال الآليات الرصد المجتمعي التشاركي من أجل يعني بيئة مستدامة، ومن أجل يعني البحث في قضايا البيئية التي راهنة بمدينة القنيطرة. وأخذنا كنموذج لذلك تقديم عريضة بيئية حول يعني التدبير المستدام للنفايات الصلبة بمدينة القنيطرة، وأيضا مذكرة اقتراحية في إطار مجموعة من الحلول من أجل يعني من أجل تقديمها للجهات الوصية للحد من المشاكل التي يعاني منها الهواء بمدينة القنيطرة، وخصوصا الغبار الأسود. يعني من خلال تتبعنا لهذا المشكل بمدينة القنيطرة وحضورنا في إطار كمجتمع مدني في اللجنة الإقليمية لتتبع مشاكل الغبار الأسود بمدينة القنيطرة، يعني هناك مجموعة من الأسباب، ومن خصوصا يعني المحطة الحرارية بمدينة القنيطرة، الوحدات الصناعية أو الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية البلدية والبنية التحتية الأساسية بها يعني جد متدهورة، وأيضا هناك يعني كثافة وسائل النقل بمدينة القنيطرة وغياب فضاءات يعني خضراء بالطرق، وهذا ما يؤدي إلى يعني ازدياد نسبة الملوثات على مستوى مدخل مدينة القنيطرة من اتجاه طنجة، يعني سواء بالمواد العالقة أو الجسيمات العالقة والذي يعني أساسها الغبار الأسود. ثانيا يعني ملوثات أخرى ذات مركبات كيميائية ومعدنية كثنائي الكبريت وأيضا ثنائي النيتروجين أكسيد الأول الكربون وثنائي أكسيد الكربون، وهذه كلها مركبات يعني تؤدي إلى تلوث الهواء وتؤدي إلى يعني الخلل في الصحة وفي المنظومة البيئية والصحة العامة بمدينة القنيطرة، وفق مجموعة من الدراسات التي أكدتها على المستوى الدولي. رئيس جمعية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، كيف ما تبعتوا معنا من خلال هذا الورش البيئي اللي نظمه الشبكة المغربية أناليند بالتنسيق مع جمعية الاقتصاد الأخضر والجمعية المنارات، سنحاول من خلاله تأطير الفاعلين والجمعويين كذلك في مجال ديال ما يخص العريضة البيئية. كيف ما تعرفوا الدستور المغربي والمواثيق كاع المواثيق الوطنية أعطت للمجتمع المدني واحد الدور كبير فيما يخص أولا يعني الاقتراح وتنفيذ وتقييم السياسات العموميه. واليوم حنايا ان شاء الله من بين المخرجات اللي وضعناها في الاهداف ديالنا اننا نخرجوا بواحد الورقه اقتراحيه تتهم اولا الظاهره التي يعني ارهقت ساكنه القنيطره اللي هي الغبار الاسود، وثاني حاجه اننا نخرجوا بواحد العريضه سوف توجه يعني للجهات المختصه، يعني من اجل نحن كمجتمع مدني ما نكونوش فقط يعني تنقدموا شكايات او لا تنقدموا
تنقدموا يعني عرائض، ولكن نحن كمجتمع مدني وال يعني داكشي اللي خولينا القانون وخولينا الدستور اننا نكونوا مساهمين في يعني في الحلول ديال هذه المشاكل البيئيه. شكرا. الشبكه المغربيه لمؤسسه انالين هي فرع المغرب من مؤسسه انالين الاورو متوسطيه للحوار بين الثقافات، وهي مؤسسه حكوميه دوليه تعنى بالحوار ما بين الثقافات والتقريب ما بين الشعوب. انبثقت فكرة تأسيسها من توصيات مجلس الأمناء بإشراف وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي رومانو برودي سنة 2004 بضرورة إحداث مؤسسة تعنى بهذا الشق المتعلق بالحوار ما بين الثقافات، وأيضا من بين أدوارها العمل على تنفيذ مقتضيات الشق المدني من الشراكة الأورو متوسطية التي بنيت عليها فكرة المؤسسة. المؤسسة تشتغل بالإضافة للحوار ما بين الثقافات في مجالات أخرى، منها مجالات المرأة والشباب والتوعية والتأطير والبرامج المتعلقة بالتبادل الثقافي والتجوال في المنطقة المتوسطية. إضافة إلى ذلك في المرحلة الحالية وكنتيجة لمخرجات تقرير مؤسسة أنالين سنة 2021 تم رصد مجموعة من المؤشرات ومن النتائج التي تجعل من المهم الاشتغال على محاور جديدة، مثلا التنمية المستدامة وأهدافها والمدن المتعددة الثقافات، إضافة إلى التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي.